السلام عليكم، معكم آية، اسم حقيقي آية بالحساك، اسم الشهرة الشابة ديابلا. جيت نعرفكم اليوم على راسي. ما كتعرفونيش بزاف، كتعرفوني غير في مواقع التواصل، ولكن على المباشر ولا زعما ما عمري ما خرجت لكم هكا وعاودت لكم شويه على حياتي. انا اول حاجه انا الوحيده في خوتي دادي في اسبانيا، وكبرت في المغرب مع جداتي الله يرحمها، كانت اعز حاجه ما عندي. بحال هكا كبرت مع العائله ديالي، كنا تعذبنا في الصغر ولكن الحمد لله طلع في واحد الشغب. جيت لاوروبا عندي 12 عام باقا ما كاملاش. جيت عند ماما، كان عندي كاع خوتي والوالده. سيتو قريت عامين وحقروني بزاف في المدرسه، ما كانتش عندي اللغه. مورا عامين انا دغيا شديت اللغه، كما كنقولوا حنا الاكسون، بحال الاكسون ديال الكازا، فهمتي. سيتو لقيت مشاكل كذلك مع العائله. واخا كنبغي نشكر الوالده بزاف عاوناتني، مشيت استقرت بوحدي. انا باقا صغيره 13 عام، اش غادي دير واش غتسكن وشكون غي يخلي لي زعما باش تكري ولا باش تاكلي ولا باش تخدمي. اوكي واخا بلاص اوروبيه زعما حتى واحد ما غيقيسك، فهمتوا، ولكن شويه صعيبه. صافي نقول 14 عام استقريت بوحدي، عاونتني اختي اللي كنشكرها نو اختي سميتها وصال، مهبوله وصال، كنبغي نشكرها بزاف. ولا كيقولوا لنا توام، خاصكم تعرفوا هي كبر مني، هي عندها 20 عام انا عندي 18 عام. صافي كنبغي نقدر نقول لكم نشكر العائله، وفي نفس الوقت كرهت بزاف شي بعضهم من العائله كما كنقولوا حنا بالعربيه تاعها، حقاش ضروني. كما كيقولوا لك واحد المثل، ماشي غير الصحاب اللي ما كيوقفوش معاك، اول وحدين كيضروك هما العائله. نقدر نقول لك من لا فامي قراب، عائلة ماما عائلة بابا، ولكن هانية. وليت أي حقودة أنا اللي ما كيعرفش أنيش مزيان. من تما جات ديابلا؟ من تماك هات حصلتيني. أنا حقودة، أنا عندي نيشان، تغلط معايا تخلص، ما نعطلكش. إن فوخ يكون نقولها يكون خويا أختي تغلطي معايا، نمشي زعما فوق منك ونشوف الفوق، ما يهمنيش. انا اختي كنت هذيك عام ونص لا جيت، اختي كانت كدير تيك توك بالطالينيه، فهمتو، بقات عليا والو علميني العربيه. اختي ما كانت زعما ما كانتش كتعرف لا في الدين مزيان لا في العربيه لا في والو. ماما حتى هي كفحت علينا الخدمه، فهمتو. سيتو علمتها كان اول مره تيك توك ديالي، بدينا هكا كنديرو، كنا كنتعوجو، كنا كنديرو واحد الميك اب ما نعاودش ليكم، ولكن صافي تعلمنا هكا. تشهرنا اول بنات كنقول لك 2000 فاش كان كورونا قبل ما تبدا، الله غتبدا. لقينا مشاكل مع الاخ ديالي، راجل عنده الحق، لقينا معاه بزاف المشاكل، حقاش هو مغني رابر في ايطالي. ما كانش باغي لنا هذا الشيء، ما كانش باغي لنا هذه الشهره، حق اصحابه كانوا بحال كيضربوه بينا. الوغ انا واختي درنا ايد في ايد واتفقنا نمشيو نديرو حياتنا. انا كيعززين عليا الوالده والوالد ديالي بزاف، كنبغي نشكرهم، حقاش حنا غلطنا معاهم بزاف. هما والديك كيبغيو لك غير تقراي تكوني ديما مزيان، حنا خرجنا واحد الميدان بحال نقولوا خرجنا للطريق، ولكن كوميم غادي دابا راجعين الطريق. سؤال زوين هذا. شكر فاتي، شابة فاتي ميلانو، كنت كنعرف ختها اللي حتى هي كنبغي نعطيها الشكر الصحراوية. تعرفت عليها قالت لي كانوا كيبقاو ينصحوني. انا دخلت واحد الاكتئاب 8 شهر بقيت بلا تليفون، يعني تا الو باش نقول بلاش ما عنديش، حتى باش نتواصل مع صاحبتي ما كايناش. صافي تخنقت، بداو عليا المشاكل العائله من ماما من الوالد بزاف د الحوايج. وصلت لواحد واحد واحد البونتو كنقولوا حنا طالين واحد الفينه اللي ما بقيتش كنقدر حتى نتنفس. وليت يوميا كنبكي، نقصت حتى في الوزن ديالي بزاف د الحوايج، ولكن الحمد لله. صحاتني قالت لي شوفي هادشي راه ما مزيانش ليك، راه تقدري تنقدي راسك وفي نفس الوقت ماشي تخرجي من الميدان ديال السوشيال ميديا.
انا حقاش بحال كيجيني واحد الفراغ ما كيكون عندي ما يدير كندير لكم ستوري سلام فهمتوا تقدر تسجل معايا صاحبتي عريانه ما عنديش مشكل كنلوح صافي كان نصحاتني هكا قلت سكايا غير واحد النهار غتبغي تزوجي غتبغي ديري عائله نقضي شويه راسك صافي اش غادي ندير قلت صافي نبداو على بركه الله حقاش انا اصلا كنت جابديت واحد الاغنيه ديال الشابه ماريا اللي مغنيه اللي كنعرفوها كاملين كنسمعوا لها حنا الصغار الوالدين ديالنا ديال روحت عندو للغربه صافي بدات هكا لحت واحد الفيديو في انستغرام ضرب ليا 3 مليون في تيك توك في واحد الباج في فيسبوك باقا عقله ضربات ليا في انستغرام 500k صافي قالت لي شوفي راه انت صوتك زوين غنعلمك المقامات هكا الراي كيفاش كيتغنى هادي 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 صافي كانوا بزاف اللي بغاو يهرسوني ولكن الحمد لله.